وصلنا لفقرة الأخبار، نرصد لكم أبرز ما تم تداوله. نبدأها بأول خبر. طبعا الجامعة العربية المفتوحة تقدم جزء من مرافقها بكافة فروعها تحت تصرف وزارة الصحة. طبعا أعلن أمس المسؤولين عن الجامعة العربية المفتوحة بتقديمهم لإجراء أو لأجزاء من مرافقهم في كافة فروعهم داخل المملكة تحت تصرف وزارة الصحة. للحديث أكثر أكيد عن هالمبادرة يسعدنا أنه ينضم لنا عبر الهاتف مدير العلاقات والإعلام بالجامعة العربية المفتوحة ياسر الدهام. حياك الله أستاذ ياسر. أهلا وسهلا فيكم، الله يمسيكم بالخير إن شاء الله. مساك الله بالنور. لو تكلمنا شوي عن هالمبادرة، أنه يعني كيف كانت وكيف صارت؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية تسمحوا لي استغل هذه الفرصة أبارك الجهود المملكة العربية السعودية. منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالعالم، اتخذت كافة التدابير الوقائية والاحترازية من أجل سلامة المواطن والمقيم في مملكتنا الغالية، مما يدل بكل تأكيد على مكانة المملكة ودورها الريادي على الصعيد العالمي، ودليلا على ذلك تنظيمها للقمة العالمية الافتراضية الاستثنائية بكوادر وطنية في ظل الظروف الحالية اللي يشهدها العالم لمجموعة الـ20 عبر الوسائل المرئية وترأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين، مما يدعي لا مجال للشك في ثقل ومكانة المملكة عالميا ولاقت إشادة كبيرة ولله الحمد. حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين في بذل الغالي والنفيس على صحة المواطنين تؤكد بأن صحة الإنسان بالمملكة أولا ومحور اهتمام ولاة الأمر، وأيضا شاهدنا إجلاء لجميع المواطنين خارج المملكة لعودتهم لأرض الوطن وتوفير كل سبل الراحة لهم، كما أنه لدينا ولله الحمد مجتمع واعي ومنتثل لهذه الأوامر السامية اللي تصب في مصلحتنا جميعا وتترجم طبعا اليوم هذه التوجيهات الكريمة لكافة قطاعات الدولة. شاهدنا اليوم تضافر الجهود في القطاع الحكومي والخاص من أجل مكافحة انتشار هذا الفيروس، وعلى رأسهم أكيد وزارة الصحة لتقدم الرعاية للمواطنين والمقيمين، وأيضا وزارة التعليم في دورها بالمساهمة في التوعية وتحويل الدراسة عن بعد من أجل سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة وضمان استمرار تفوقهم العلمي. وبحكم الجامعة العربية المفتوحة تنتهج نظام التعليم المدمج، فلن تجد صعوبة بذلك باستمرار العملية التعليمية عن بعد بكل يسر وسهولة ولله الحمد. طبعا الجامعة من منطلق المسؤولية المجتمعية اللي تأسست من خلالها على يد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، اليوم تواصل هذا النهج برئيس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، وعليها طبعا ارتأت إدارة الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية ممثلة بسعادة مديرها بالمملكة الدكتور علي الشهراني، ومن واجبها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية تخصيص مبانيها في المملكة تحت تصرف وزارة الصحة لما تراه مناسب. يا سلام، يعني أستاذ ياسر جدا صراحة تأثرت بكلامك وشكرا لك، وشكرا لكم بشكل عام على هذه المبادرة الرائعة. لكن كمان يهمنا نعرف أن الأماكن أو المباني عفوا اللي خصصتوها تكون تحت تصرف وزارة الصحة، هل هي تخص سكن الطلاب أم سكن يعني الموظفين في الجامعة، أو أنها يعني مباني جديدة، أو يعني بس نبغى نعرف تفاصيل المباني نفسها. الجامعة طبعا في المملكة فيها 6 فروع في الرياض والدمام والأحساء وحائل والمدينة المنورة وأخيرا جدة. طبعا تم تخصيص جزء كبير منها تحت تصرف وزارة الصحة، بكل تأكيد وزارة الصحة لديها المقاييس والمعايير، وأيضا يتم اختيارها من قبل وزارة الصحة وفق ما تراه مناسب. طيب أستاذ ياسر، لو تكلمنا شوي عن أهمية أنه مثل هالجامعات تطلق مبادرات زي الجامعة العربية المفتوحة. يعني أول مبادرة تطلقها جامعة سعودية هي الجامعة العربية المفتوحة، فكثير فخورين فيكم من جد، فنبغى نعرف إيش أهميتها، أهمية مثل هذه المبادرات. اليوم بكل تأكيد الرسالة واحدة لنا جميعا، اليوم الرسالة كلنا مسؤولة في الحفاظ على أمن وطننا الصحي، وبإذن الله ستمر هذه الأزمة مجسدة ومؤكدة تلاحمنا جميعا واتباعنا للتعليمات من الجهات المختصة، وما ننسى أبطال الصحة لهم منا كل المحبة والتقدير لما يقومون به من أجلنا وأجل سلامتنا. اليوم الجهود يعني كلها موحدة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، هو بالمقام الأول صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
نعم، يعني أكيد إحنا كلنا مسؤولين، وفعلا كلنا مسؤول أستاذ ياسر، لكن كمان نبغى منك يعني كلمة أو رسالة توجهها للمؤسسات اللي مثل الجامعات، مثل الشركات، أيا كان يعني بلا استثناء، يعني ودورهم يعني نرجع نقول ونكرر أن ما في اختصاص في الوطنية. فعلا يمكن احنا تكلمنا في ذا الموضوع اليوم تحديدا في حلقتنا، لكن ما في عند الوطنية ما في اختصاص، ولا في حياد، ولا في اي يعني تراجع، ولا ان يعني هذا تخصص شيء معين او ناس معينين، لا. فاحنا نبغى منك بس كلمة بعد اذنك توجهها لاصحاب المؤسسات والشركات وحتى الجامعات والمدارس. بكل تأكيد أنا على ثقة تامة بأنه في المملكة العربية السعودية من الجميع، من المجتمع، من القطاع الخاص، من رجال الأعمال، أنا على ثقة تامة بأنه الجميع يحمل هذه الرسالة اليوم. كلنا مسؤول، ومتأكد تماما بأنه سنلقى العديد من المبادرات، لأنه هذه الفترة الوطن بحاجتنا وبحاجة للجميع بأن نكون متكاتفين. بإذن الله هذه الأزمة ستمر، وبإذن الله سيتذكرها التاريخ بتلاحم وترابط المجتمع بيد القيادة حفظها الله. آمين يا رب، وإحنا على ثقة. شكرا لك أستاذ ياسر، مدير العلاقات والإعلام بالجامعة العربية المفتوحة. شكرا لك. طبعا راح ننتقل